الله وبركاته. كل ما تقوس وصيت والزمالك هو اللي بيتخير. كل ما تقوس حتى والزمالك بيشيل بالستة. يابا لسه كسبانين يابا دلوقتي، ايه اللي انت بتقوله ده؟ هو انتوا ما شلتوش بالستة يا يابا؟ وطي صوتك وانت بتقول انا ايه اللي انت بتتكلم عنه؟ لا ما شلتوا بالستة صح يا عم. اذا كان زمان يابا احنا في دلوقتي. لا دلوقتي برضه شو بتشيلوا بالتلاتة؟ لسه متعادلين ما عرفتوش تكسبوا. كل ما تقوس والزمالك بيشيل بالتلاتة. هو جمهور الاهلي كده تقعدوا تشتموا وبتاع ما تعرفوش تعملوا حاجه. يلا بقى حاجه يلا يابا كل ملوحه وانت اللي حصل من صبوح. انا اهم من الحاجه دي من هنا بقول لك يا اللي واخد على عينك من ابني مستني ايه من مذنبي. يلا مش الحاجه دي من هنا بقول لك انت راجل كبير. خش على الدب البلد يا باشا يا اللي حماتك ملويه الكلام المكبوس ده. سيبك مع العروسه للصبحين. السلام ورحمه الله وبركاته. كل ما تقوس وصيت والزمالك هو اللي بيتخير. كل ما تقوس حتى والزمالك بيشيل بالستة. يابا لسه كسبانين يابا دلوقتي، ايه اللي انت بتقوله ده؟ هو انتوا ما شلتوش بالستة يابا؟ وطي صوتك وانت بتقول انا ايه اللي انت بتتكلم عنه؟ لا ما انتوا بالستة صح يا عم. اذا كان زمان يابا احنا في دلوقتي. لا دلوقتي برضه شو بتشيلوا بالتلاتة؟ لسه متعادلين ما عرفتوش تكسبوا. كل ما تقوس والزمالك بيشيل بالتلاتة. هو جمهور الاهلي كده تقعدوا تشتموا وبتاع ما تعرفوش تعملوا حاجه. يلا بقى حاجه يلا يابا كل ملوحه وانت اللي حصل من صبوح. انا اهم من الحاجه دي من هنا بقول لك يا اللي واخد على عينك من ابني مستني ايه من مذنبي. يلا مش الحاجه دي من هنا بقول لك انت راجل كبير.